حاجة رضوان الحمر، احنا حضرنا معكم يعني مباراة ودية ما بين الكوك مراكش والاتفاق المراكشي. النتيجة بطبيعة الحال ما كتهمش رغم الفوز ديالكم معنوي. بالنسبة لك يعني غنناقشوا معاك يعني الحصيلة ديال الذهب، مرحلة الذهب بالنسبة لكم انتم، واش كنتوا راضيين على عليها حصيلة أولية؟ التقييم ديالك اللي درتي يعني استعدادا للجزء الثاني من المشهد ديال البطولة. والحمد لله على هذه الحصيله، رغم انني كنت كنطمع تكون عندي 40 نقطه، لان واحد المباريات يعني ضيعناه اهداف كانت سيطره كامله واهداف اللي ما خصهاش تضيع واهداف اللي ما خصهاش تستقبل. يعني تقريبا ضيعنا انا نقول على الاقل 39 نقطه، لان واحد 6 نقاط ضاعوا لنا بيت مو بيت مو بزاف وندمنا عليهم. ولكن الحمد لله هذه هي كره القدم. انا راضي واحد تقريبا واحد 70%. لا علاش؟ لان اول شيء ان ما كانش عندنا وقت الاستعداد، لان يعني تقريبا بدينا لو 4 الشامبيون لو 4 سبتمبر ولو 25 سبتمبر كانت الشامبيونا، استعداد غير كافي. او من انتقلت لقيت بعض اللاعبين كانوا سينا والعقود لان كان داكشي مزروب، ثم ما كانش عندي عندي 4 ايام غتصدر ريكروتمون. جبت فقط تقريبا ثلاث لاعبين اللي طلبت اللي جبتهم اللي جبت معايا، ولا جوج لاعبين كنعرفهم، واحد ما كنعرفوش غير سولت عليه وجم جا هو الثالث، باش تخلق انسجام، باش تخلق اللياقه البدنيه، باش توصل الافكار ديالك. كان خصنا وقت، حنا استغلينا بالتجربه ديالنا ان في المباريات البطوله كنا كنديروها كمفترات استعداد. كل مره كتلاحظ انت راه شي تشكيله، كل مره كتغير، يعني كل مره تنحصلوا على ديك التشكيله المثاليه اللي بغينا. داك الشيء كيبغي شهرين قبل، يعني كيكون واحد بريباراسيون بري كومبيتيسيون كومبيتيسيون، حتى كتلقى التشكيله المثاليه حتى اللي ما عجبكش كتقول يا خويا يعني راني ما دخلتيش ليا في النظام ديالي التكتيكي، تقدر تغير. عندكش ذاك الوقت دخلتي، خصك دير انسجام، خصك دير لاعبين يطبقوا لك افكار. خدينا وقت الحمد لله، يعني سالا لالي حتى لنا الصف الاول، كنا باغيين بين الاول والثاني ولا الثالث، لان على قبل المشكل ديال الاستعدادات وعلى قبل ديال الانسجام والريكروتمون. الحمد لله سالينا، دابا عندنا وقت ديال 3 اسابيع باش نستعدوا. حنا بدينا شويه بكري، عطينا اللاعبين 3 ايام لان ما كانش عندنا استعدادات، وهذه هي الاستعدادات دابا ديال الاستعدادات الشتويه. ان شاء الله نتسناو ريكريتمون، تحل مشكل ريكريتمون باش ريكريتيو فقط واحد 4 ولا 5، لان انا باغي كما قلت باغي لا كاليتي ما باغيش لا كونتيتي، يعني كثره بلا فايده. لا، انا عندي خصني 20 لعاب وربعة لعابة ديال الاسبوار، لان ما كيكون كثره اللعابه حتى ما كيستافدوش حتى من التدريب. ولو حقيقه هذه راه مساله عامه معروفه، هذه عند مدربين كتكون 20 لعاب وعندك 4 ديال الاسبوار، حتى التدريب كيكونوا في شكل جيد ومنظم. بالنسبه لي انا ان شاء الله اللاعبين، بعض اللاعبين اللي تدربوا معايا دابا هذه 10 ايام، منهم العسل لانه ولد الفريق وكاليتي ديالو زوينه وعجبني. كذلك جبيره بلا ما نتكلموا، كاين ايوب جولان اللي جا من السوالم لانه ريزيلا كان معايا واحد 4 سنوات ودراجه فاز معهم بكاس الكاف وبكاس العرش. كذلك غادي يكون مدافع ايمن، ثم كنتسناو واحد قلب هجوم ان شاء الله اللي غادي ننتظروا. كما قلت كنتظروا شي قلب هجوم اللي غادي يكون افضل من هاد اللاعبين ان شاء الله. خصنا ريكروتمون يعني كافيه، عندنا لاعبين الحمد لله في مستوى يطوروا المستوى ديالهم ان شاء الله، يعني غيكون عندنا واحد الفريق ان شاء الله مستقبلا اللي غيكون قوي وغيكون في الخبره وفي الشباب، ولكن الشباب اكثر ولاد المدينه اكثر اللي عندهم الكاليتي ان شاء الله. احنا القوه ديالنا هذه السنين اللي فاتوا تجربه اننا كناخذوا الوقت، ومن كناخذوا الوقت كنديروا فريق اللي غيفتخروا به الكوكبيين، كما درنا فريق افتخروا به السوالم. لان من كتاخذ الوقت دير واحد سنتين ولا 3 سنوات، داك الوقت بحال تيزني دابا،
تيزنيت علاش من الفرق قويه؟ لانهم ربع سنين هما مجموعين، يعني كتلقى بعض الفرق احسن منهم في التركيبه ولا شيء، ولكن كيكون انسجام، ملي كيكون عندك انت انسجام ودائما كتحافظ على 70% 80% وكدير غير 10% دو ريكريتمون، كيسهل عليك حتى ان الافكار التكتيكيه كتكون ديجا اللاعبين مطبقينها لك، ما بقاش عندك اي سيرتو. غتسمح لي في هذه النقطه بالضبط، يعني خاصك مجهود مضاعف تحصن اللاعبين والمجموعه، يعني من السماسيره من المتداخلين، يعني بزاف ديال الناس ملي كيبان عندك شي لاعب ربما كيطيروا عليه، انت الدور ديالك الان وديال الستاف وديال المكتب المسير هو انه يحضن على هاد اللاعبين ويحاول كيف قلت يخلي المجموعه كيف قلتي مثال تيزنيت. شوف انا من الهوات ديما تيتباعوا لي اللعابه، انا كنجيبهم كنطور المستوى ديالهم، وعمري ما خديت فيهم حتى ريال، وانا راه مدرب، شي كون كنت انا شي حاجه اخرى كون عندي جوج فيرمات، والله الا عندي جوج فيرمات بالله. انا رزقي دابا كنتسالوا للسوالم، باقي كنتسال ديال ربع سنين ونص ديال السالير، كل ما كنت كندير انا شي حوايج اخرين وانا كنت كندير كل شيء في السوالم، والله تيكون عندي جوج فيرمات عطى الله ما يدار، ولكن لا انا الحمد لله مخلص. انا اللعابه يتطوروا معايا، لان المدرب ما كيطورش اللعابه ماشي مدرب، انا اللعابه ان شاء الله غيتطوروا معايا ويوليو لعابه اخرين، لان كنشوف فيهم لا تكنيك، انا ملي كيكون عندنا لاعب في لا تكنيك ولا انتيليجونس كيتطور معايا ان شاء الله، وعقل فين قلتها وليسر الله ان شاء الله يكون عندنا فريق قوي، وغيكونوا فراقي كل عام غيتباعوا ثلاثه لعابه من هذا الفريق كما وقع في السوالم ان شاء الله. سي رضوان اخر سؤال بالنسبه لك، يعني عندك قراءه اوليه لمرحله الايام، طبيعه الحال شفتي الفروق شفتي الانديه، من طبيعه الحال الضغط غيكبر الان، واش انت يعني ما نقولش واعي بالمسؤوليه، واش اللاعبين ديالك يعني هذه المجموعه اللي كاينه كيفاش غتوصل لها بانه مرحله الايام ماشي هي مرحله الذهاب؟ شوف انا شوف نقول لك انا الحمد لله بالتجربه ديالي غادي نجيري الروتور ماتش باغ ماتش. انا دابا تعرفت على لالي، لان تعرفت على قسم ناسيونال لان في لالي، لانني شحال هادي ما خدمت فيه، خدمت فيه سنه وصلعت ان شاء الله. دابا انا شفت لالي شكين ان شاء الله، انا كما قلت لك كنبغي جروب يكون بحال العائله، نرجعوا ديك ديال 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 النيه، لان كما قلت لك اللاعب خصو يكون يحترم المدرب، انا كنحترم اللاعب وكنعطيه الوقت ديالو وكنحاول نطور معاه وكنقرب ليه، كنبغي اللاعب حتى هو يحترم الستاف يحترم الفريق، يعني كنبغي جو عائلي في الفريق، لان خلقت انا جو عائلي دائما، هذا هو الكاركتير، يعني هذا هو تقريبا هذا هو الكاركتير اللي كنمتاز به، يمكن واحد التشابه بيني وبين والد ركراكي راه صديقي هو، يعني دائما كنتصلوا كنديروا بارتاج وليشونج، غير هو تزاد في فرنسا انا تزاد شي في درب السلطان، هذا هو الفرق يعني وان شاء الله انا كتعجبني الكاركتير ديالو، يمكن انسبيري منه حتى هو، يعني اللي ماشي انسبيري، يعني كنشوف داك الشيء اللي دار تقريبا نفس العمل اللي كندير، يمكن بعض الافكار كنتخيلوا عليها تكتيكيه، راه هذه العالم كلشي كيختلف، ولكن كما قلت لك كتكون عندك فريق تيجي تخدم عائله وحده، كاينه النيه بين المكتب وبين ستاف، وكاين واحد الحب وكاين واحد الثقه، الله تيسر. كيكون الخداع كيكون النفاق ولا تيحفر لك في ظهرك، ولا اللاعب ما حتى هو تيحفر لك، ولا اي واحد ما كيكونش داك الجو العائلي عمرك ما تنجح. نقدروا نقولوا بان العلاقه مزيانه ما بين المدرب ما بين المكتب المسير بجميع الاعضاء ديالهم بطبيعه الحال. نعم كل شيء دابا بحال عائله، وانا تنخلي اللاعبين كلهم، الا لقيت شي لقيت اي لاعب ما غاديش يدخل معايا داك الشيء ديال ان يكون عائله ما تيبقاش معايا في الكروب، لذلك انا كنقول لك انا تنبغي ديسيبلين، انا حارف التيران وحارف الماتش، داك الشيء يمكن صابر حتى هو كيبان لي راني تبدلت، هذا الشيء هو الفيز، انا نضحك معاك نعاود لك النكات نتسطو، ولكن لونطريمون كنبغي ندوز انتونس حراقيه، الماتش حراقيه، ولكن برا راني تنضحك ونجي معاك نبقى معاك حتى جوج الليل نعاودوا النكات ونضحكوا ونجيبوا اي حاجه نديروا الطلبه كذلك نهار اخر، ولكن الخدمه خويا خدمه. مؤخرا يعني تقاس احد اعمده المكتب المسير ديال فريق الكوك مراكشي اللي هو فؤاد الورزازي، بالنسبه لك انت يعني كنتي ضد هاد المشوشين، ضد الناس اللي ناضوا ضد فؤاد الورزازي من خلال تصريحاتك للمنابر الاعلاميه، اش يمكن تقول على اثير مراكش الرياضيه بطبيعه الحال في هذا الموضوع هذا؟ وحقيقه انا يمكن تحدثت يمكن في واحد البلاطو في واحد الاذاعه ان تجبدت هذا المشكل هذا، وتحدثت انا درت قلت كل شيء بالصدق، داك الشيء اللي في قلبي قلته، كعارف اللي في قلبي على لساني، حنا قبل ما نجي هنا كنت كنعرف فؤاد، وكان واحد المره باغي ياخذ عندنا لعاب من السوالم من هيثم الباشا، كان باغي ياخذ هجوم وكان باغي ياخذ الغرير، كانوا لعبنا ماتش مباراه حبيه وجا تفرج فينا، كعارف وجا واحد المره تفرج فينا وعيط ليا، كنا في الهوات كان حنا ضد الطاس، هو كان باغي يجيب جوج لعابه ديال الطاس. شوف السيد سابقه السميه ديالو عنده خبره في المجال الرياضي الحمد لله كومبيتون في الحياه ديالو،
كالحياه اللي يعني كما كنعرف المهنيه وكذلك الحياه الرياضيه. ما كاينش واحد ما كيعرفش ورزازي الدور ديالو فاش كان هو في الفريق، يمكن راه كانت نتائج كبيره، يعني ما يمكنش يكون السيد كومبيتو. انا كنقول ليه السيد كومبيتو في المستوى الكبير ويمكن معروف عند جميع الفروق، معروف عند جميع المسؤولين. يعني كتقول مراكش كوك مراكشي غتقول فؤاد ورزازي، هذه يعني معروف. كتقول الحاج الشوفاني مثلا كيعرفوه الناس كاملين مثلا، كتقول ظاهر فاش كان ورجع يعني بالرادة الاب ديالو ها هو دابا ناس معروفين. انا دابا من كانوا تحدثوا معايا في الاول، راه من الناس قالوا لي كاين هاد السميات ومن معاهم فؤاد جيت منهم حنيفه، درت حنيفه تا هو اللي اول واحد درت مع لقاء، لان اتصل بيا فؤاد وقال لي هو ادريس جي عندي وجيت عنده. الناس هما اللي جابوني وعرفتهم كاينين هنا باش كاين هنا، لان الناس كنعرفهم، ناس كتخدم فهمتي، الناس كتدفع من جيبها مثلا وكتحب الفريق. ما يمكنش دابا دار شي خطا شحال هادي وسوء تفاهم غادي حنا نشوفوا الله يحفظكم مصلحه الفريق. هاد الفريق هذا راه عيب نقوله يكون هنا، راه ما خصوش يكون هنا، راه عيب، راه عيب 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 يكون هنا. راه حنا كيضرنا الحال، راه والله تا كيضرنا الحال، وخصنا نعاون تعاونوا ونرجعوا الفريق فين كاين في القمه ديالو. فريق صاحبي مدي 9 ألقاب وفي لقب خارجي وبطوله كاس العرش ومدينه كبيره سادس وجهه عالميه وملاعب، حتى شو الملاعب اللي كنلعبوا عندنا 4 ديال التدارب ولا 5 وزيد الملعب ونربطوا قلنا وربطوا الاسم ديال كوك مراكشي باشخاص. وشو المباراه الاخيره كيفاش لقات الصدى ديالها؟ مباراة جميلة وعطات الناس ان هذا الفريق ما كيلعبش لعب ديال الهوات، تيلعب لعب ديال الكبار واحسن من فريق فرق، احسن من شي مباراة تبقيت الموطن الاول. ورا الناس بشهادة الجميع مؤخصائيين ان خصنا نتعاونوا ونديروا تفيد وهاد الفرقة وهاد الجمهور ديالها الشغوف، لانه هو سببها باش رجعت اللجنة وباش جابني بالجمهور، وحنا جينا على قبل هاد الفرقة التاريخ ديالها. اما انا راه دابا قلت لك نمشي من هنا غنخدم قسم وطني الاول مرتاح، عارف راسي والحمد لله عندي الثقه في راسي وعندي عروض. ولكن انا قلت لك جيت على هذا المشروع، عجبتني المدينه عجبني الجمهور، خلونا نخدموا بركه من شي تخربيق. الله يحفظك.